الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد أخذنا آيات من سورة هود في قصة نوح عليه السلام، وفيها أن النصر بيد الله جل وعلا ينصر من يشاء، وأن من أسباب نصر الله للعبد قيامه مع المستضعفين، وأن من أسباب نصر الله للعبد قيامه بنصر المستضعفين. وفي هذه الآيات ابتعاد الإنسان عن أن ينسب إلى نفسه ما ليس له، وبذلك يجتنب الكبر والعجب بالنفس. وفي الآيات أيضا جواز الجدال بالحق بتوضيح ما ينتفع الناس به ويكون سببا من أسباب هدايتهم. وفي هذه الآيات أن العذاب إنما يجعله الله آخر مراحل الإنذار للعباد. وفي هذه الآيات بيان ضعف الناس وعجزهم عن دفع قدر الله وعقوبته. وفي الآيات أن الهداية والغواية بيد الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء من عباده، ولذا على الإنسان أن يتضرع بين يدي ربه أن يجعله من أهل الهداية. ولعلنا نستمع لآيات من سورة هود في بقية قصة نوح عليه السلام، فليقرأ القارئ بارك الله فيه ووفقه لكل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء،
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين بعد أن أنذر نوح عليه السلام قومه وحذرهم من الشرك وأمرهم بالتوحيد ودلهم على طريق النجاة لم يقابل من قومه إلا التكذيب والسخرية والاستهزاء وصد الناس عنه وعن دعوته ولذلك لم يؤمن معه إلا أفراد قلائل حينئذ يئس نوح عليه السلام من قومه أن يؤمنوا به ومن ثم دعا الله جل وعلا بإهلاك من على الأرض وأن لا يبقي لهم ديارا فأوحى الله إلى نوح فأرسل ملكا من الملائكة يخبره بأمر الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فبقية أفراد قومك سواء من كان موجودا أو من سيوجد لو قدر لهم بقاء وحياة فإنهم لن يؤمنوا وهذا قدر من الله عليك أن تؤمن به فإن الهداية والغواية بيده جل وعلا ولذلك قيل له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أي لا تحزن ولا يكن في صدرك ضيق وحرج منه وإنما شأنك أن تكون معتصما بالله جل وعلا فما يفعلونه ويقدمون عليه من الشرك والمعصية والمخالفة والصد عن سبيل الحق أمور قد قدرها الله جل وعلا ومن ثم لا تكن حزينا بسبب فعلهم ثم أمر بصناعة السفينة الكبيرة وتهياتها فقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا الفلك يعني السفينة لأنها تدور في البحار كدور الفلك
واصنع بمعنى هيئ لي من الأخشاب سفينة تجري في البحر. وقوله بأعيننا ووحينا أي بحفظنا وعنايتنا، فإن رب العزة والجلال يعين نوحا على صنع هذه السفينة ويهيئ له الأسباب ويهديه لطريقة صناعتها، ثم قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي من قدر الله هلاكهم بسبب كفرهم وشركهم وصدهم عن سبيل الحق، فلا تراجع رب العزة والجلال فيهم، فإن الله جل وعلا قد قدر على من في الأرض من المشركين الغرق، وأمر الله نافذ ولن ينجو منه أحد إلا من قدر الله له النجاة. امتثل نوح عليه السلام أمر ربه وأخذ يصنع السفينة الكبيرة، وأخذ في ذلك المدد الطويلة يصنع الفلك ويهيئ السفينة ليركب فيها ومن معه. حينئذ كان قومه يسخرون منه ويستهزئون بفعله، بدل أن كان نبياً أصبح نجاراً، وهكذا من المقالات الفاسدة. وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ كبار القوم وسادتهم، فكانوا إذا مروا به سخروا منه، أي استهزأوا بفعله وأنقصوا من مقداره وتكلموا عليه. فكان نوح يمضي في عمله بصناعة السفينة ويبين لهم أن الأجدر بالسخرية هم، فالعقوبة نازلة وأمر الله بإهلاك الظالمين جار لا محالة، وبالتالي عليكم أن تحذروا من عاقبة فعلكم. ولذا قال إن تسخروا منا، أي إذا استهزأتم بنا وقللتم من مقدارنا ولم تعلموا الغاية من فعلنا وصناعتنا للفلك، فحينئذ نحن نعلم بأن العقوبة بالغرق ستأتيكم لا محالة، ومن ثم فأنتم أجدر بالسخرية والاستهزاء، ومن قابل السوء بمثله لم يعاقب ولم يكن عليه مؤاخذة. فحينئذ قال لهم سوف تعلمون، أي عما قريب سينزل العقاب الشديد بكم الذي يستأصلكم ويخزيكم، أي ينزل بكم الخزي وقلة الدرجة ويحل عليكم العذاب الأليم المقيم. ويحل يعني ينزل بكم، والعذاب المقيم الذي لا تستطيعون رده ولا تتمكنون من إبعاده عنكم، فيهلككم في مواطنكم بالغرق فتقيمون فيها موتا. حينئذ استمر الأمر كذلك حتى أتم الله السفينة، ثم جاء أمر الله أي قدره الكائن لا محالة بإهلاك القوم الظالمين. وقد جعل الله جل وعلا له علامة، متى رآها ركب هو ومن معه في السفينة، ألا وهي أن يفور التنور. والتنور موطن صناعة الخبز، وهو محل النار وأبعد ما يكون عن الماء، ومع ذلك إذا فار التنور أي أصبحت المياه تفور منه وتخرج بكميات كبيرة، فحينئذ هذه العلامة التي جاءت على نزول العقاب بالكافرين. حينئذ قيل لنوح اركب في السفينة،
وليركب معك جميع من جميع الكائنات زوجان اثنان من أجل أن تبقى أنواع الحياة ولا يهلكها الفيضان العظيم الذي أهلك قوم نوح. فقال الله له: احمل، أي ليكن من شأنك أن تركب معك في السفينة من كل، يعني من جميع الكائنات والأحياء والحيوانات، زوجين اثنين من أجل أن يبقى نسل هذه الكائنات. وكذلك احمل أهلك، والمراد بالأهل هنا من كان يتبعه على دينه ومن سار على طريقته. ثم قال: إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وهذا الاستثناء في قوله إلا من سبق عليه القول، أي من لم يؤمن معك ولم يستجب لك ولم ينقد لدعوتك، فإن الله قد قدر عليه الغرق كما قدره على بقية قومك. ومن آمن، أي واحمل من آمن معك. وقد قيل بأنه لم يؤمن معه إلا 40 رجلا، وقد جاء في أوائل هذه الآيات أن الكافرين قد قالوا: اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فمعناه أن هناك طائفة قد آمنت به وأنهم من الضعفاء من قومه. وقوله: وما آمن معه إلا قليل، أي لم يؤمن إلا طائفة قليلة. وقد قدر الله عز وجل أن الذين آمنوا معه لم يعد لهم نسل باق على الأرض، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلنا ذريته هم الباقين، مما يدل على أن نسل هؤلاء الذين آمنوا قد انقطع. وحينئذ قال نوح لهؤلاء الذين آمنوا معه: اركبوا فيها، أي ليكن من شأنكم أن تعلوا على السفينة وأن تدخلوا فيها بسم الله، أي متبركين بالله وذكر اسمه، فتقولون بسم الله. ومجريها ومرساها، أي أن الله جل وعلا معها في حال جريانها وسيرها في البحر وحال رسوها ووقوفها على الشاطئ أو على الجبل. ثم قال: إن ربي لغفور رحيم. تذكر تربية الله له، سواء كان ذلك بإمداده بالنعم أو بهدايته للحق. وذكر أيضا أن من صفات ربه المغفرة والرحمة، ولذا نجاهم الله من الغرق بمغفرته جل وعلا لهم ورحمته بهم. ثم ذكر الله جل وعلا ما جاء على هذه السفينة، فقال: وهي، يعني السفينة العظيمة، تجري بهم، أي تسير سيرا حثيثا في موج كالجبال. فالبحر قد أصبح فيه أمواج عظيمة، يرتفع الماء إلى المسافات الرفيعة العالية، ومع ذلك لا يصيب السفينة ولا يدخل الماء فيها لقدر قدره الله جل وعلا بنجاة هذه السفينة، مع أن الأمواج كانت تصل إلى ارتفاعات عظيمة كالجبال. وفي ذلكم الموقف رأى نوح ابنه، وكان في مكان بعيد منعزل، إما أنه منعزل عن السفينة وأهلها، أو أنه ابتعد عن أهل القرية الذين أهلكهم الله. حينئذ
رأى نوح ابنه فناداه يظنه من أهله وأنه من المؤمنين، وكان الابن في معزل، فقال نوح يا بني، ناداه بالقرابة النسبية من أجل أن يكون ذلك أرأف في خطابه، فقال له اركب معنا، أي لتعلو معنا في السفينة من أجل أن تنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين الذين سيغرقهم الماء وسيموتون. فما كان من ابن نوح إلا أن قال سآوي إلى جبل يعصمني، كأنه كذب نوحا في مقالته حينما قال له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني المهلكين، وظن أنه سينجو، فقال سآوي، أي سأذهب إلى جبل يؤويني ويكون سببا من أسباب نجاتي، إلى جبل يعصمني من الماء، أي يكون مرتفعا ارتفاعا يجعل الماء لا يصلني، مع أن الماء قد أصبح في أمواج كبيرة يغطي الجبال، وإلا أن قدر الله أن من قدر عليه الكفر فإنه سيستمر في حاله ولن يستجيب لمن يريد له النجاة. فقال نوح لابنه لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا يوجد شيء يقي الناس من عقوبة الله وعذابه إلا من رحم، فمن رحمهم الله هم الناجون. فحينئذ جاء موج كبير بينهم، فحال بينهما الموج، أي فصل ما بينهما، ولم يعد أحدهما يرى الآخر بسبب هذا الموج العظيم. وحينئذ كان الابن من الهالكين المغرقين الذين غطاهم الماء كبقية قومه. فلما هلك الظالمون ولم يبق إلا المؤمنون، أرسل الله وحيه إلى الأرض والسماء، فقال يا أرض ابلعي ماءك، أي اسحبي ما كان على سطحك من المياه وأدخليه في جوفك، ويا سماء أقلعي، أي لتتوقف السحب عن إنزال الأمطار، وغيض الماء، أي نضب الماء ولم يعد هناك ماء، غاض، يعني أنه نزل عن مستوى الأرض، وقضي الأمر، يعني انتهى ما قدره الله جل وعلا من هلاك الظالمين وسلامة ونجاة المؤمنين. حينئذ استوت، أي أن السفينة وقفت على جبل يقال له الجودي، مستوية غير مائلة، مرتفعة على ذلك الجبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي أن من ظلم بعدم إيمانه بنبي الله وعدم إفراده العبادة لله فإنه ليس له إلا أن يبعده الله بالعقوبة الشديدة والمحق والعذاب. وحينئذ استقرت الأمور وعاد للنفوس استقرارها وطمأنينتها. وفي ذلكم الموقف نادى نوح ربه، أي خاطب رب العزة والجلال خطاب النداء كمن يناجي صاحبه من المكان البعيد، فقال ربي، يعني يا إلهي ويا متصرفا في شأني، إن ابني من أهلي، فهذا الابن الذي غرق لما غرق مع أنه من أهلي، وقد وعدتني يا ربي بنجاة أهلي، وإن وعدك الحق،
قد وعدت ووعدك لازم بأن تنجي أهلي. ولم يلتفت إلى أن الوعد فيه استثناء، فقال وأهلك إلا من سبق عليه القول، وهذا الابن قد سبق عليه القول فلم يكن يؤمن. وقال وأنت أحكم الحاكمين، أي لم يكن منك هذا القدر إلا لحكمة تراها، فكأنه يقول أخبرني يا ربي بالحكمة التي اقتضت أن يكون نوح أن يكون ابني من المهلكين. وحينئذ جاء الخطاب الإلهي إلى من رب العالمين إلى نوح عليه السلام بتذكير أنه ليس من أهله. والذي يظهر أن هذا الابن كان يظهر إيمانه بأبيه ويسول لنفسه شيئا مخالفا لطريقة أبيه، فكان يمالي أباه ويجامله، وإلا فإن حقيقته أنه كان سائرا على طريقة أقوامه على طريقة القوم الظالمين. وحينئذ أخبره الله جل وعلا أن هذا الابن ليس من أهلك يا نوح، وإنما هو عمل غير صالح، وبالتالي ليس من أتباعك. وحينئذ عليك أن تعرف أن حكم الله جار، وأن قضاءه نافذ، وأنه لم يقدر شيئا إلا لحكمة ظاهرة، ومن ثم لا يحق لأحد أن يسأل ما ليس له به علم. وقال تعالى إني أعظك، أي أوجه لك النصيحة أن تكون من الجاهلين، أي ممن يترك العلم ويسير على خلافه فيقدم العصبية على الأمر الإلهي. والله جل وعلا قد نجى مع نوح ثلاثة أبناء هم سام وحام ويافث، فكان في من نجا معه البقية التي تعوضه عمن هلك. وحينئذ تذكر نوح أن أمر الله نافذ، وأنه لم يغرقه إلا لعلة في ذلك الابن، وبالتالي قال نوح ربي، فتوجه إلى إلهه الذي يسدي عليه النعم، إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأحمي نفسي من أن أسألك وأطلب منك ما ليس لي به علم، فأظن أن ابني هذا الهالك من أهلي، وهو في حقيقة الأمر ليس من أهلي. وحينئذ طلب نوح من ربه أن يغفر له أن سأله ما ليس له به علم، فقال وإلا تغفر لي، أي تمسح ذنبي وتغطيه وترحمني بأن تدخلني في رحمتك، أكن من الخاسرين الذين خسروا أمورهم في الدنيا والآخرة. حينئذ جاء النداء إلى نوح عليه السلام، فقيل له اهبط بسلام، أي انزل من السفينة على الأرض بسلام، فلا غرق فيها ولا عقوبة، بسلام، وهذا السلام من عند الله جل وعلا. وقيل بأنه أمر بأن يسلم بعضهم على بعض، وبركات عليك، يعني مضاعفة في النمو والزيادة. وهكذا بارك الله في ذرية نوح، فملأت الأرض في مشارقها ومغاربها ببركة من عند الله جل وعلا. وهكذا بارك الله على أمم نشأت ممن
نجا مع نوح عليه السلام. وهناك أمم سنمتعهم، أي نعطيهم من متاع الدنيا وزخرفها وزينتها، ثم يمسهم منا عذاب أليم لكونهم قد خالفوا أمر الله ولم يستجيبوا لدعوات أنبيائه. وهذه سنة ماضية، أن من استجاب لدعوات الأنبياء كانت له العاقبة الحميدة، ومن خالفهم ولم يسر على طريقتهم نزلت به العقوبات دنيا وآخرة. قال تعالى: تلك، أي قصة نوح، من أنباء الغيب، أي من القصص التي لم يطلع عليها إلا أفراد قلائل، ومثلك لم يطلع على هذه القصة إلا بعد أن نزل عليه الوحي. ولذا أوحى الله جل وعلا بقصة نوح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على صحة هذا القرآن ومعجزته بإخباره عن تاريخ الأمم وقصص الأمم الماضية. قال عليك، قال: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي قبل أن ينزل هذا القرآن لم تكن تعلم بقصة نوح ولا بقصص من معه ولا بقصص الأنبياء الذين جاءوا بعده. وحينئذ عليك أن تقتدي بسيرة هذا النبي في الدعوة إلى التوحيد وفي أمر الناس بطلب المغفرة. إذا كان نبي الله نوح عليه السلام يطلب مغفرة ربه، فإن من كان دونه أولى بأن يطلب المغفرة. ثم اقتدي بنوح في صبره على أذى قومه، واقتدي به في سيره ومواصلته للدعوة إلى الله جل وعلا. وحينئذ كما نجى الله نوحا فإنه سينجي المتقين، إذ إن الله قد قدر أن العاقبة، أي المآل ونهاية الأمر، سيكون فوزا للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل فأقدموا على طاعته وابتعدوا عن معصيته، فلم يكن من شأنهم شرك ولا نفاق ولا كفر ولا بدع. ومن ثم على الإنسان أن يسير على هذه الطريقة بالصبر في الدعوة إلى الله، تكن له العاقبة الحميدة دنيا وآخرة. ففي هذه الآيات من الفوائد أن العبد المؤمن يستمر في دعوته عباد الله إلى الإيمان، وأن لا ييأس من استمراره في الدعوة، فالله جل وعلا قد صرف القلوب على ما شاء، وقد يجعل في القلب القاسي صاحب الجفوة العظيمة من الرقة والإيمان ما ينقاد به لدعوة الحق. وفي الآيات عدم الحزن على حال المخالفين وعدم استجابتهم لدعوة الحق، وعدم المبالاة بهم فيما يصيبهم من العقوبات دنيا وآخرة. وفي الآيات أيضا مشروعية وفي الآيات أيضا جواز صنع الآلات والمراكب. ويستفاد من هذا أن صناعة السفن وركوب البحر من الأمور الجائزة. وفي هذا من الفائدة من الفوائد استعمال ما في الكون من خصائص من أجل أن تستعمل فيما يخدم الإنسان ويقوم بحوائجه. وفي الآيات احتياج الإنسان إلى عناية الله ورحمته في كل أمر من أموره. وفي الآيات أن العبد المؤمن
لا يحسن به أن يجادل في هلاك الظالمين، فإن سنة الله ماضية. وفي هذه الآيات أيضا أن السخرية بالآخرين ليست من شأن المؤمنين، وإنما ذلكم شأن الكافرين المعاندين. وفي هذه الآيات جواز مقابلة السيئة بمثلها، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهنا سخر القوم من نوح، فسخر نوح عليه السلام منهم. وفي هذا دلالة على أن بعض الأفعال إذا وقعت ابتداء كانت محرمة، وإذا وقعت على جهة المقابلة والجزاء كانت مباحة. فهذا قتل النفس المحرمة، فهذا قتل النفس إذا وقع ابتداء كان جريمة شنيعة وإثما عظيما، فإذا وقع في مقابلة قتل آخر على جهة القصاص كان أمرا مباحا. وفي هذه الآيات أن العبرة بالنهايات وبما تكون عليه عواقب الأمور، وهذا فيه تصبير لأهل الإيمان على ما يصيبهم من المصائب والأذى في أوائل دعوتهم إلى الله، فإن العاقبة الحميدة تكون لهم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن وقوع شيء من المصيبة ليس هو النهاية، وإنما النهاية في وقوع العذاب المقيم المستمر الذي لا ينقطع. وفي هذه الآيات وضع إشارات على بعض الأمور، كما وضع الله فور التنور علامة على ركوب السفينة وبدء غرق القوم. وفي هذه الآيات قدرة رب العالمين، حيث عم الطوفان الأرض ولم يبقى من الأرض شيء إلا وقد تغطى بالمياه العظيمة التي كان الموج فيها كالجبال، كما أخبر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات مشروعية المحافظة على الكائنات الحية، فهذا نوح قد حمل من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين من أجل أن يبقى ذلك الصنف ولا ينقرض. فما يفعل في حماية البيئة ويبقاء الحيوانات من الانقراض له أصل من قصة نوح عليه السلام. وفي هذه الآية أن الأهل الحقيقيين للإنسان هم من كانوا على طريقته، وأن القرابة الذين يخالفون طريقة الإنسان ليسوا ممن يناصره ويقوم معه. وفي هذه الآيات إطلاق لفظ الأهل مرة على من يتبعونه من الأهل من الزوجة والولد، ومرة إطلاقها على من يتبع الإنسان ويسير على طريقته. وفي هذه الآيات سعي الإنسان في نجاة إخوانه المؤمنين، وأنه يسعى لإبعادهم عما يلحق بهم الضرر، ولذا حرص نوح على ركوب المؤمنين معه في السفينة. وفي هذه الآيات جواز ركوب السفن والمراكب العظيمة، ومنه يؤخذ جواز ركوب الإنسان في المراكب الحديثة من السيارات والقطارات والطائرات، فإنها تماثل الفلك. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يكون معتمدا على الله، متوكلا عليه، محتميا بجنابه في كل أمر من أموره، ولذا
لما أمر نوح أهله أن يركبوا السفينة قال اركبوا فيها بسم الله. وفي هذا دلالة على استحباب ذكر اسم الله تعالى عند كل فعل يفعله الإنسان، ليكون هذا من أسباب حصول البركة فيه. وفي هذه الآيات التذكير بمغفرة الله ورحمته، وأنه لن ينجو أحد من السوء والمصائب إلا بهذين الأمرين: مغفرة من عند الله ورحمة منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات من الفوائد أنه قد يكون أقرب من يكون للإنسان على خلاف طريقته، وأن الله جل وعلا قد قدر في الكون مقادير قد تجعل القرابة على خلاف طريقة الإنسان وسيره الذي يسير عليه. فهذا ابن نوح عليه السلام لم يؤمن به ولم ينقد لطريقته، وحينئذ كان من المهلكين. وهناك شخص آخر من أسرة نوح لم يذكر في هذه الآيات، وهي امرأته، فإنها لم تؤمن به ولم تنقد لدعوته فكانت من المهلكين. لكن لما كان نوح لم يدعها إلى ركوب السفينة لم تذكر في هذه الآيات، وقد ذكرت في سورة التحريم في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بعدم إسلامهما، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن جدال الإنسان عما قدره الله وقضى وقوعه لا ينفعه شيئا ولا يغير من حقائق الأمور شيئا. وفي هذه الآيات أن من لم يقدر الله له الإيمان فلن يؤمن مهما رأى من الآيات العظيمة. فهؤلاء قوم نوح رأوا الغرق بأعينهم فلم يؤمنوا، وهذا ابن نوح رأى الأمواج العظيمة التي يكون بها التلف ومع ذلك لم يؤمن، فقدر الله غالب ولن يستطيع أحد أن يغيره. ولذا يكون من شأن المؤمن أن يرضى بقضاء الله وأن لا يحزن على ما يفعله المشركون، فإنهم لا يخرجون عن قدر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن النفس البشرية تسول لصاحبها أماني عظيمة يظن أن بها نجاته وبها عطبه، كما قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وفي هذه الآيات أنه لا نجاة للعبد ولا سلامة له إلا أن يرحمه الله جل وعلا، فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة من الله، ولن يسلم أحد من مصائب الدنيا إلا برحمة من الله، فرحمة الله هي النجاة. ومن ثم يطالب العبد بأن يسأل ربه الرحمة في كل أمر من أموره. وفي هذه الآيات من الفوائد أن من يقدر الله عز وجل هلاكه فلا بد أن يهلك مهما بذل من الأسباب ومهما حاول الآخرون نجاته. وفي هذه الآيات أيضا أن في هذه الآيات
أن الماء إذا غلب على الأرض حينئذ يجري الناس على أنفسهم من الأحكام ما يتناسب مع فوران الماء وغزارته. وفي هذه الآيات من الفوائد أن جميع ما يحدث في الكون إنما هو بقدر من الله، فهذه الحوادث الطبيعية من السيول المغرقة والزلازل المهلكة والبراكين المدركة والرياح الشديدة إنما هي بقضاء من الله وقدر منه جل وعلا، ومن ثم لا يصح أن تنسب إلى الطبيعة ولا أن يقال عوامل الطبيعة، وإنما هي قدر الله جل وعلا النافذ الذي لا يستطيع أحد أن يرده. وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية بإبعاد الظالمين عن النجاة والفوز، وأنهم تلحق بهم العقوبات واللعنات. وفي هذه الآيات مناجاة الإنسان لربه وسؤاله لما له به علم وتركه السؤال لما لا يعلمه، ومن ثم ليكن من شأنك قبل القضاء أن تسأل الله بما أردت، وبعد القضاء أن تسلم وأن تعلم أن ما قدره الله جل وعلا هو الخير لك. وكم من إنسان كره أشياء من قضاء الله وقدره فكانت العاقبة الحميدة له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هنا فلا ينبغي بالعبد أن يجزع من قضاء الله وقدره، بل ليكن من شأنه أن إذا أصيب بشيء من المصائب أن يرضى ويسلم، فيكون من أهل الصبر ويكون على طريقة المؤمن الصابر في البأساء والشاكر في النعماء. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتسخط من قدر الله، فلا يتسخط من الفقر الذي يقدر عليه، ولا يتسخط من المصيبة التي يصابها، ولا يتسخط من وفاة أحد أقربائه، وإنما ليكن من شأنه أن يسلم لله في قدره وأن يرضى ويحتسب الأجر في ذلك. وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يغتر بالظواهر، وعليه أن يتأمل في بواطن الأمور، ولا يكن ممن استهوته الظنون فابتعد عن حكم الله وشرعه بحسب الظواهر، بل عليه أن يتأمل في بواطن الأمور وأن يتفحصها حتى يكون متوافقاً مع شرع رب العزة والجلال. ومن هذه الآيات أخذ بعض أهل العلم أن الإبن لا يكون باراً بوالديه إلا إذا كان قائماً بعبودية ربه جل وعلا، ولذا قيل نعمة صلاح الولد أكبر من نعمة إيجاده، نعمة صلاح الولد أكبر من نعمة إيجاده. وكم من ولد كان وبالا على والده في الدنيا وكان سبب خسارة الوالد في الآخرة لكثير من نعم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تحريم الدعاء بما ليس للعبد أن يدعو به، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين،
والاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان ما ليس له، كما لو سأل الله أن تقوم القيامة الآن، أو سأل الله أن يكون نبيا من الأنبياء، مع أن الأنبياء قد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يدعو بإدخال مؤمن في نار جهنم. فهذا كله من الاعتداء في الدعاء. وفي هذه الآيات من الفوائد استحباب نصح الإنسان لغيره مهما بلغت درجته ومنزلته. فهذا نوح احتاج إلى أن يوعظ وأن ينصح في هذا الأمر، مع أنه نبي من أولي العزم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أنه متى تبين للإنسان خطأ طريقته، تبين للإنسان خطأ طريقته، فإنه يشرع له أن يعود عن هذه الطريقة، وأن يلازم الحق ويبتعد عما سار عليه من الباطل. ولذا قال نوح: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وفي هذه الآيات فضل العلم ومكانته، وأنه ينجي الإنسان من المخالفات الشرعية. وفي هذه الآيات طلب الإنسان مغفرة ربه ورحمته ليكون بذلك من الناجين. وفيه أن من لم تصله مغفرة الله ورحمته فإنه سيكون خاسرا في دنياه وفي آخرته. وفي هذه الآيات مشروعية إلقاء السلام بين الناس بعضهم مع بعضهم الآخر، وفيها تذكير الإنسان بفضل الله عليه حيث نجاه وسلمه من نزول العقوبة التي نزلت بغيره. وفي هذه الآيات أن البركة من عند الله جل وعلا، فهو يبارك في بعض بني آدم، يبارك لهم في أبدانهم، ويبارك لهم في أموالهم، ويبارك لهم في أوقاتهم، ويبارك لهم في أولادهم، ويبارك لهم في أتباعهم. فالبركة من عند الله جل وعلا، والبركة زيادة ونماء. ولا يصح لنا أن نصف شيئا بأنه بركة إلا إذا جاء الدليل من عند الله أنه كذلك. وكذلك سواء كان دليلا شرعيا أو دليلا حسيا. وفي هذه الآيات بيان أن الممد بالبركة هو الله جل وعلا، ومن ثم لا يصح لنا أن ننسب الإمداد بالبركة إلى شيء من المخلوقات. ولذا لا يصح أن تقول مثلا: أبارك لك في شهر رمضان، وإنما تقول: أهنئك بشهر رمضان. ولا يصح قول بعضهم إذا قيل له: عيدك مبارك، قال: علينا وعليك يتبارك. فهذه كلمة خاطئة، لأن الممد بالبركة هو الله جل وعلا. وهكذا لا يصح أن تنسب فعل تبارك لأحد من المخلوقات، فلا يقال: تباركت علينا، وإنما يقال: تبارك الله علينا بجعلك تزورنا، أو نحو ذلك. لأن البركة إمداد من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه إذا حصلت البركة من الله على عبد في شيء من أموره، زاد الله الأمر وكثر نماءه وجعله أكثر فائدة وأعظم ثمرة، سواء كان ذلك في عمر الإنسان ووقته، فيجعل الله لبعض الناس من البركة في أوقاتهم ما يكسبون به الحسنات العظيمة ويعملون الأعمال الكبيرة في الأوقات اليسيرة. وهكذا قد يبارك الله لبعض الناس في أموالهم
فيتمكنون بالمال اليسير من النفقات الكثيرة المتعددة. وفي هذه الآيات أن وجود بعض مباهج الحياة عند بعض الناس لا يعني سلامة طريقته ولا صحة ما يسير عليه من عبادة أو منهج، بل إن ذلك قد يكون استدراجا، فلا يغتر إنسان بما ينزل من نعم الله عليه. ولذا قال الله تعالى: وأمم سنمتعهم، أي نعطيهم بعض متاع الدنيا وزهرتها ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقال يمسهم، مع أن المس شيء يسير، إلا أنه مع كونه يسيرا إلا أنه مؤلم أشد الإيلام، ولذا قال عذاب أليم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يقدر المقادير العظيمة ببدايات يسيرة لا يحسب لها ولا يظن ولا يفطن لها، فكم من دول طاحت بأسباب يسيرة لم يكونوا يتصورونها. وشاهد هذا في واقعكم اليوم كثير متعدد. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الله جل وعلا قد قص علينا في هذا الكتاب قصص أمم سابقة لم يكن لنا أن نعرف قصصهم إلا بهذا الوحي وهذا الكتاب. وفي هذا دلالة على صحة هذا القرآن ونسبته إلى الله جل وعلا، فإنه قد سلسل قصص الأنبياء السابقين وأتى بها واحدا بعد واحد، مما يدلك على صحة هذا الكتاب وصدقه، وقد وافق من روى قصص تلك الأمم. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي بنا أن نكتفي بقصص أنبياء الله عليهم السلام وما ورد عنهم من المعاني والحكم، وألا نحتاج إلى أولئك الذين يخالفون أنبياء الله في طريقتهم من أمثلة المتفلسفة وأوائل من ينسب إلى الحكمة، سواء من اليونان أو من غيرهم من الأمم. ففي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغني عنهم. وفي هذه الآيات أن من تأمل في أخبار القرآن زاده الله من الحكمة والموعظة، وكان عنده من القدرة في تبصر الأمور ومعرفة عواقبها ما ليس كذلك. وفي هذه الآيات وجوب صبر الإنسان على ما يصيبه من المصائب وما يلحق به من الأذى، خصوصا إذا كان في الله تعالى حين الدعوة إليه. وفي هذه الآيات أن سنة الله الماضية وطريقته في خلقه الجارية أن النتيجة النهائية تكون بانتصار أهل الإيمان الذين ساروا على التوحيد وأفردوا الله جل وعلا وحكموا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد يمضي قرن لكن يكون لمن بعدهم ممن يسير على طريقتهم النجاة، وهذه سنة ماضية في عباد الله. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن انتفع بكتابه وتدبر آياته، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين المستمرين في الدعوة إلى الله، ونسأله جل وعلا أن يجعل العاقبة الحميدة لنا دنيا وآخرة، كما نسأله جل وعلا
أن يحمي إخواننا المسلمين في كل مكان من كل سوء وشر، ونسأله جل وعلا أن يرد كيد أعدائهم وأن لا يمكنهم منهم، وأن ينصر أهل فلسطين، وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم آوهم بعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق ولاة أمورهم للحكم بشريعته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.